تعالوا بقى على السريع نروح نتعرف سوا على آخر الأخبار والمستجدات في النادي الأهلي وفروعه المختلفة وفرقه المختلفة مع زميلتنا العزيزة سالة حامد المتواجدة في مقر النادي الأهلي بالجزيرة. سالة صباح الفل عليك، اتفضلي. صباح الخير يا كريم، واكيد بصبح عليك انا هوند وعلى كل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. يوم جديد وحلقه جديده جديد من 10 الصبح في الاهلي، ومن هنا من مقر النادي الاهلي بالجزيره بالفعل هكون معاكم يا كريم عشان انقل لكم كل الاخبار والامور المتعلقه بالنادي الاهلي، يعني سواء الاخبار المتعلقه باللجان والانشطه طبعا اللي بتقدم لكل اعضاء النادي الاهلي في جميع فروعه او اخبار جميع الفرق الرياضيه، وطبعا يعني هيكون الفريق الاول لكره القدم او جميع الالعاب الاخرى. بس خليني قبل ما اتكلم معاكم فأي أخبار متعلقة بالنادي الأهلي، خليني أنا كمان يا كريم ونهوند أضيف على كلامكم وبارك لكل أعضاء النادي الأهلي بعد الافتتاح يعني الجراج والباركينج الخاص بفرع النادي الأهلي بمدينة نصر. يمكن أنا كنت موجودة امبارح في الافتتاح، ويعني خليني أقول لك يا كريم إن كانت الأجواء أكثر من رائعة، كل أعضاء النادي الأهلي كانوا مبسوطين ويعني فرحانين جدا وعندهم يعني الاحساس بالفخر ان هم يعني منتميين للنادي الاهلي بعد طبعا ما شافوا الانجاز الكبير ده اللي حققه يعني مجلس اداره النادي الاهلي منذ توليه المهمه. وطبعا يعني يمكن هو كان يعني كان جزء من برنامج عائله الاهلي طبعا اللي وعد بيه كابتن الخطيب اعضاء النادي الاهلي اللي ان شاء الله هيكون في جراج خاص بيهم في فرع النادي الاهلي بمدينه نصر. ويمكن الحمد لله امبارح الافتتاح يعني كان اكثر من رائع، كل اعضاء النادي الاهلي كانوا مبسوطين ويعني كانوا بيقولوا انه اخيرا هيكون في جراج خاص بيهم، لان في الاول كانوا بيشتكوا يعني انه ما كانش في اماكن متوفره خالص ليهم يعني حوالين النادي او عند يعني البوابات، فكانوا بيعانوا يعني من ان ما فيش اماكن متوفره ليهم. فالحمد لله يعني كانوا مبسوطين جدا امبارح انه اخيرا بقى ليهم جراج خاص بيهم ويقدروا يركنوا عربياتهم بكل سهوله. ده بالنسبة للافتتاح امبارح والاجواء اللي كانت موجودة يعني في الافتتاح واعضاء النادي الاهلي. خليني بقى اروح لاخبار جميع الفرق الرياضية وابتدي بالفريق الاول لكرة القدم طبعا تحت قيادة مستر بيتسو موسيماني، ويعني خليني اقول لكم انه مازال الفريق والجهاز الفني في راحة سلبية من التدريبات وهيعودوا ان شاء الله للتدريبات الجماعية يوم الاحد المقبل يوم 5 سبتمبر عشان طبعا يستعدوا بشكل قوي لجميع التحديات والبطولات القادمة زي بطولة السوبر المصري او السوبر المحلي امام نادي طلائع الجيش، وبطولة السوبر الافريقي واللي هتكون ان شاء الله في الدوحه امام نادي الرجاء المغربي. يعني هي دي البطولتين اقرب بطولتين للنادي الاهلي ان شاء الله هيشارك فيهم بعد الراحه السلبيه. ده بالنسبه لفريق كره القدم. خليني بقى اروح للالعاب الاخرى، وفريق الاول لكره السله وفريق الاول لكره الطايره رجال، الفرقتين النهارده عندهم راحه سلبيه من التدريبات وهيعودوا يستأنفوا تدريباتهم بكره ان شاء الله على صاله الامير عبد الله الفيصل داخل مقر النادي الاهلي عشان طبعا يستعدوا بشكل قوي للموسم الجديد. والفريق الاول لكره الطايره سيدات تحت قياده الكابتن حمدي الصافي النهارده ان شاء الله عندهم تمرين الساعه 6 الا ربع عشان ايضا يعني يستعدوا بشكل قوي للموسم الجديد اللي هم حاليا يعني في فترة إعداد. والفريق الأول لكرة اليد سيدات تحت قيادة الكابتن يحيى يوسف النهارده إن شاء الله عندهم يعني مباراة ودية، لأن كابتن يحيى يوسف خليني أقول لك يا كريم بدأ يعني في فترة تجارب الودية انه يخلي الفريق الاول يعني يخوض بعض التجارب الوديه قبل الموسم الجديد عشان طبعا يستعدوا لاعبات النادي الاهلي بشكل قوي للموسم الجديد. فالنهارده ان شاء الله يعني عندهم مباراه وديه مع منتخب المصري لكره اليد سيدات مواليد 2002 على صاله الامير عبد الله الفيصل داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره. يمكن دي طبعا يا كريم ويا نهاوند كانت كل الاخبار المتعلقه بالنادي الاهلي سواء يعني جميع الفرق الرياضيه او طبعا الاجواء امبارح في الافتتاح الجراج والباركينج الخاص بفرع النادي الاهلي بمدينه نصر. انا طبعا معاك يا كريم ومعاك يا نهاوند لو في اي سؤال، والان العوده مره اخرى للاستوديو كلمه ليك يا كريم. مفيش غير كل الشكر كالعاده لزميلتنا العزيزه سالة حامد على هذه التغطيه الممتازه، ودلوقتي الى الصحافه الرياضيه.